معنا اليوم أصدقائنا موضوع عن المسؤولية الاجتماعية. فعليا كل إنسان مسؤول اجتماعيا، والمسؤولية الاجتماعية هي جزء من المسؤولية بصفة عامة. فالفرد فعليا مسؤول عن نفسه وعن الجماعة، والجماعة أيضا مسؤولة عن نفسها وأهدافها وعن أعضائها كأفراد في جميع الأمور والأحوال. اليوم أصدقائي سنتعرف على مفهوم المسؤولية الاجتماعية في التدريب وعن أسسها لتأهيل فرد مختص في هذا الجمال أو بالأحلى في هذا المجال. كذلك مع ضيفنا راني العمري ينضم لنا عبر سكايب. اهلا وسهلا بك معنا وصباح الخير. الله يسعد صباحك جميعا، صباح الخير اسراء، صباح الخير علا، اهلا، صباح الخير لكل الساده المشاهدين على قناه الحوار الفضائيه. اهلا بك. لابد ان ننوه يعني سيد راني العمري مدير مؤسسه قبه الابتكار للاستشارات والتدريب، ولديه خبره في مجال التدريب والحديث في المسؤوليه الاجتماعيه، لذلك حدثنا فعليا عن مفهوم المسؤوليه الاجتماعيه قبل ان ندخل في تفاصيل تطبيقها. هو حقيقة إسراء يعني المسؤولية المجتمعية ليس لها تعريف واضح وعلمي، خلينا نتكلم يعني متفق عليه، بقدر ما أنه هو عبارة عن نظرية أخلاقية يقوم بها أي كيان أو منظمة أو فرد في المجتمع يتحمل على عاتقه العمل لمصلحة المجتمع بشكل عام. ولكن أبرز المفاهيم اللي تكلمت عن موضوع المسؤولية المجتمعية هو تعريف البنك الدولي، عندما يعني عرف المسؤوليه المجتمعيه بانها التزام اصحاب النشاطات التجاريه والمنظمات التجاريه بالمساهمه في التنميه المستدامه من خلال العمل مع موظفيهم وعائلاتهم، وهو دمج، يعني هون الفكره الجديده اللي طرحوها، اللي دمج الفرد مع عائلته او الموظف مع عائلته في موضوع تحسين مستوى المجتمع على كافه الاصعده. هذا يمكن التعريف اللي لاقى استحسان عندي في كثير من التعريفات اللي طرحت على مستوى المسؤوليه المجتمعيه. نعم، طيب استاذ راني، ما اهميه دخول هذا المفهوم في تدريبات المجتمعيه برايك؟ والله اهميته هو يعني حقيقه احنا مثل ما تكلمنا في البدايه انه نظريه اخلاقيه، فانا بعتبره جزء من الانتماء الحقيقي اتجاه المجتمع في أي بلد كان. نعم. بعتبره جزء من المساهمة في التنمية من أي منظمة أو كيان اتجاه المجتمع اللي هو يسكن فيه أو البيئة المحيطة به. وأنا دائما بقول أنه عملية المسؤولية المجتمعية بين الأفراد والمنظمات وما بين المجتمع هي عملية أو علاقة تبادلية، فكما أنا خرجت من هذا المحيط وهذه البيئة فهو دين علي استرداده أو رده عفوا للمجتمع الذي انطلقت من خلاله وأعمل في أجواءه. نعم، طيب دعنا أستاذ راني ندخل في مجال التطبيقات لمفهوم المسؤولية الاجتماعية. حاليا كما يعلم الجميع نحن في ظل جائحة كورونا، وانتقلنا لمجال التدريب عن بعد أو أونلاين، فحدثنا كيف يمكن تطبيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية في مجال التدريب عن بعد؟ احنا اذا بدنا نتكلم عن موضوع التدريب ان كان في الاونلاين او في الواقع الشخصي، فاحنا دائما نتكلم عن امانه ومسؤوليه امام الله عز وجل اولا، ثم امام المجتمع وامام الافراد اللي احنا موجهين لهم. حقيقه جائحه كورونا القت بظلالها على كل القطاعات في كل البلدان على مستوى العالم وعلى مستوى المجتمعات كافه، ومن ضمن هذه القطاعات التدريب. واحنا يمكن كتجربه شخصيه في قبه الابتكار للاستشارات والتدريب قمنا بالاتجاه فوري نحو التدريب عن طريق الأونلاين مع مراعاة عدم المساس بجودة المنتج وبجودة الخدمة المقدمة للمتدربين وللناس اللي احنا بنقدم لهم خدماتنا. فهذه قضية جدا مهمة، مش معنى انه انتقلنا الى الأونلاين انتقلنا يعني سيكون في هناك مساس، بالعكس احنا تطورنا واستخدمنا كثير من الأنشطة، كثير من التطبيقات، كثير من البرامج التي لم تكن في السابق مستخدمة في التدريب عن بعد، وأطلقنا منصة إلكترونية كاملة. ومن باب مسؤوليتنا المجتمعية يمكن أن أستبق السؤال إذا كان يراود إسراء أو علا هذا السؤال، إحنا استبقنا كثير من مؤسسات التدريب والاستشارات على مستوى الوطن العربي بتقديم مجلس زاد المعرفي. نعم. وحضرتك أستاذة إسراء يعني كنت أحد المشاركين ومساهمين فيه بقوة من خلال التقديم. هذه خدمة احنا بنقدمها للمجتمع، للمجتمعات العربية كافة وليس للأردني فقط. نعم. استضفنا فيه عدة خبراء وعدة مختصين، وطرحنا فيه عدة مواضيع أهمها عالم ما بعد كورونا، ريادة الأعمال في ظل كورونا،
للبعد الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية لكورونا وأيضا الابتكار التربوي، وإن شاء الله يعني هو مجلس شهري يناقش دائما موضوع معين باستضافة عدد من الشخصيات على مستوى الوطن العربي ومختصين. نعم، طيب أستاذ راني، في يعني فعليا في ظل هذه الفترة أيضا القطاع الخاص له اتجاه في دور المجتمع، يعني فعليا وهو في اتجاه المجتمع، لو تحدثنا عنه. عفوا السؤال بس ما سمعته كويس. بحكي عن القطاع الخاص له أيضا في اتجاه المجتمع أو توجيهه في ظل هذه الفترة، لو تحدثنا عنها. دور القطاع الخاص، إحنا هذا اللي إحنا بصراحة نأمل ونركز عليه، إنه القطاع الخاص يجب أن يعني يتحمل جزء من المسؤولية المجتمعية أمام المجتمعات وأمام الشعوب وأمام النهضة اللي عمالة تزدهر في كثير من المواضيع. يعني الموضوع ليس مقتصر على الحكومة أو الجهات الرسمية، بل أنا برأيي أنه المسؤولية المجتمعية إن وجدت فهي وجدت القطاع الخاص. القطاع الخاص هو أكثر من يجب أن يعي مفهوم المسؤولية المجتمعية ومفهوم استرداد أو رد عفوا الجميل اتجاه هذا المجتمع، لانه القطاع الخاص عفوا بالاخر هو احد منتجات هذا المجتمع. القطاع الخاص ايا كان ومهما كبر هو احد منتجات هذا المجتمع، والاصل رد الجميل لهذا المجتمع بتدريب، باستكشاف المواهب، بالكشف عن 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 ما يحتاجه هذا المجتمع وتطويره. نعم، طيب فيما يخص المؤسسات الرسمية، ربما اعتدنا في العالم العربي أن يكون دورها تقليدي اتجاه المجتمع، لكن فعليا من باب المسؤولية الاجتماعية لها دور أيضا في تمكين المجتمع من خلال عدة أمور وتطبيقات، خصوصا في مجال الاستشارات والتدريب. حدثنا كيف يمكن أن تطبق المؤسسات الرسمية يعني المسؤولية الاجتماعية؟ المؤسسات الرسمية حقيقة يعني تختلف من دولة إلى أخرى وتختلف من حكومة إلى أخرى. يعني هناك في بعض الدول تهتم حقيقة بشكل رسمي وحكومي ممنهج وعلمي بموضوع مسؤولية مجتمعية واعتمادها كسياسة دولة، وهناك بعض المجتمعات اللي أو بعض الدول بسياسات يعني لا زال هناك يعني خنق لهذه الروح التي تسري في المجتمع. فحقيقة أنا لا أستطيع التحدث عن الدور الرسمي بقدر ما أستطيع التحدث عن القطاع الخاص، لأنه هذا ما يعنيني. أنا برأيي الشخصي المتواضع أن القطاع الرسمي أو المؤسسات الحكومية هي ملزمة ومجبرة بأن يكون هناك مسؤولية مجتمعية تجاه أفراد مجتمعها وأفراد دولتها، ولكن القطاع الخاص هو الحقيقة المطالب بريادة هذا السوق وبريادة هذا القطاع وبأن يكون قائد فيه وبأن يكون قادر على كشف المواهب الموجودة فيه، لأنه هي زي ما سبق وتكلمت هي علاقة يعني تفاعلية وتبادلية. فإن استطاع اكتشاف مواهب فهو بالتأكيد سيزيد من حصته السوقية ومن حصة وجوده في هذا المجتمع. طيب أستاذ راني، لو تحدثنا كأمثلة على مؤسسات رسمية مثلا يمكن أن تقدم دور معين في مجال تمكين المجتمع ولو كان بسيط. هو أغلب الدول حقيقة العربية اللي ساهمت في موضوع تنمية المجتمع المسلم المجتمعي كانت في مجلس التعاون الخليجي حقيقة. نعم. إن كان السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، بغض النظر عن مسمى كل دولة، ولكن حقيقة كانت من الدول الرائدة في هذه التجربة. الأردن كمان في لها تجارب يعني فعلا واضحة وبارزة في هذا الموضوع، من خلال دعم ريادة الأعمال، من خلال إطلاق مبادرات تدريب الشباب، من خلال مثلا مركز الملك عبد الله للتنمية والتميز. يعني في بعض المؤسسات والجهات الرسمية اللي فعلا قادرة كانت على أن تنشر يعني مسؤولية مجتمعية للأفراد بعقد دورات وتدريب واستشارات مجانا. نعم. تستهدف قطاعات مختلفة من هذا البلد. وكمان في دور لا أخفيكي يعني يجب أن نسلط الضوء عليه، غرف التجارة، غرف زي غرفة تجارة عمان، غرفة صناعة عمان. نعم. هذه الغرف برضو ساعدت في 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 مكان ما في دعم هاي الفكرة وهذه النظرية الأخلاقية اللي تكلمنا عنها وهي مسؤولية مجتمعية أو الاجتماعية.